مرحبا أصدقائي، كيف الحال؟ اليوم درسنا عن حرف الهاء، اسمها هاء وصوتها ه. خلينا نتعرف على الأصوات الطويلة والأصوات القصيرة لهذا الحرف، كمان خلينا نتعرف كيف يكتب. خلينا نشوفه سوا. صوتها ه هو هي، ها هو هي، هن هن هن، مع الشدة أه أهو أهي، أها أهو أهي، أهن أهن أهن، أه أه، هاي مع الشدة. كلمات وصور: ه هرم، الهاء في أول الكلمة. هو هدهد، الهاء في أول الكلمة وفي وسطها أيضا. هي هرة، الهاء في أول الكلمة. كمان عندنا الصوت الطويل ها هاتف. هو زهور. هي صهيل، صوت الحصان صهيل. هن منبها. هن مياه. وأخيرا هن فواكه. وهلأ خلينا نتعلم كيف يكتب حرف الهاء. نعمل حرف مثل الدال، نعمل دائرة كمان بقلبه، شفتوا كيف مقسمة بالألوان، ومننزل شوي على السطر. ها، الهاء في وسط الكلمة، دائرة لفوق ومننزل لتحت السطر، وخط شوي لقدام. الهاء في آخر الكلمة تكون بهذا الشكل، نعمل خط صغير منطلع لفوق ومنحط دائرة. والهاء في آخر الكلمة منفصلة تكتب بهذا الشكل. وهيك تنتهي حصتنا لمادة اللغة العربية. ما تنسوا تحلوا البطاقة اللي رح أترك لكم إياها على المنصة، وبعدها تتواصلوا مع المعلمة عبر تطبيق زوم. إلى اللقاء طلابي في حصة قادمة من مادة اللغة العربية. إلى اللقاء.